لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ضعنا في أجواء المعرض لديك اليوم وأبرز ما تضمنه من فعاليات وأنشطة. نعم، بعد التحية، يعني مع بدء العد التنازلي لقرب انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، لازال الجمهور يعني العاشق للثقافة والقراءة يقبل على المعرض منذ الساعات الأولى لليوم العاشر اليوم، وربما الجمهور يسابق الزمن للتمتع بالفعاليات الثقافية والفنية بإقبال متزايد من كل الفئات وأيضا من كل المحافظات، وربما الإقبال اليوم سيتزايد عن الأمس الذي قدر بنصف مليون زائر، ليتخطى عدد الزائرين حتى اليوم أكثر من 2 مليون زائر. اليوم وهو اليوم العاشر، الجمهور مع موعد مع عدد من الفعاليات الثقافية والفنية. إذا تحدثنا عن الفعاليات الثقافية، فسيكون هناك عدد كبير من الندوات التثقيفية، سيكون في القاعة الرئيسية وهي قاعة الكاتب الكبير صلاح جاهين ندوة بعنوان المتميزون يشاركون شركاء في حماية الوطن. هذه الندوة تنظم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهي الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، ندوة أخرى بعنوان صلاح جاهين وأغاني الوطنية، وندوة ثالثة بعنوان نحن والعلم. أما يعني قاعة فكر وإبداع تستضيف أيضا بعض الندوات، والقاعة الدولية تستضيف عدد من الندوات العربية بحضور عدد من ممثلي الدول العربية، وقاعة الشعر أيضا ستستضيف صناع المحتوى وعدد من الأمسيات الشعرية. أما قاعة الصالون الثقافي يعني يعقد بها عدد من الندوات، منها ندوة رحلة العائلة المقدسة تراث يعني مصري، وأيضا سيكون هناك ندوة أخرى يعني بعنوان بالطبع مئوية الفنان محمود مرسي، وأيضا سيكون هناك عدد من الفعاليات في البرنامج المهني، وهو هذا البرنامج هو هام للغاية للمهتمين بصناعة الطباعة والنشر. سيكون هناك ورشة عن كيفية الحصول على حقوق الترجمة، وسيكون هناك يعني ندوة أخرى بعنوان الطباعة حسب الطلب وحلول بديلة. أما الفعاليات الفنية، سيكون هناك عرض للليلة الكبيرة، وأيضا عرض لفرقة التنورة التراثية، وسيكون هناك كورال لأطفال الإسكندرية، وأيضا كورال ذوي الهمم. الإقبال هنا على كل الأجنحة محمود، لكن على ذكر الأطفال نتحدث أيضا. محمود، على ذكر الأطفال، ماذا عن قسم الخاص بالأطفال وهو قسم جديد مدرج هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ماذا عن أنشطته؟ هذا ما يميز المعرض في هذه الدورة، لأن الأطفال تم تخصيص قاعة خاصة لهم وهي يعني جناح أو قاعة رقم 5، وهذا ما يجعل الأسر تقبل على هذا الجناح، لأن هذا الجناح به عدد من الأنشطة سواء التعليمية أو التدريبية للأطفال. هناك عدد كبير من دور النشر المشاركة التي تقدم الكتب التعليمية للأطفال من القصص والروايات، وأيضا عدد من الفقرات الفنية التي تعمل على يعني تنمية مهارات الأطفال ووجود بعض المسابقات الخاصة له. فيعني معرض الطفل هو حالة خاصة، لذلك نرى عدد كبير من الأسر بصحبة أطفالها يعني تقبل على جناح الطفل لما به من فقرات فنية، وأيضا بعض الورش الخاصة بالرسم والتلوين. واليوم كان يعني لنا لقاء مع عدد كبير من الأطفال، يعني رأينا الاهتمام بالجانب التثقيفي للأطفال. عدد كبير من الأطفال لديهم يعني معرفة وعلى دراية بالكتب والروايات والقصص المختلفة التي يقبلون عليها لشرائها من خلال جناح الطفل. فبالتالي هذه الدورة غنية بالتنوع الثقافي والمعرفي وكمان الخاص بالفئات العمرية المختلفة. الإقبال في تزايد يعني حتى الساعة 9 من مساء اليوم. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، نقلت لنا الصورة بوضوح من معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا جزيلا.